لغائبون لغائبون قطع الرسائل بيننا وأراح من وجع المحبة باله حاولت أن أنساه لكن خانني صبري وجر عن الهوى أهواله إن كنت منتبها ذكرت زمانه وإذا غفت عيني لمحت خياله لو أنه يدري ببعض مواجعي لشكى إلي كما شكوت أنا له ولو اعترى إحساس قلبي قلبه لم يبق حرفا في الهوى ما قاله لي غائب قطع الرسائل بيننا وراح من وجع المحبة باله هذه حقيقة خماسية جميلة للدكتور فواز اللعبون سمعتها بصوت الشيخ ظفر النتيفات حقيقة وأدها أداء جميلا أحبت أن أغير فيها في الأداء وكلماتها طيبة جميلة ويتوضح لمن لا يرعى المحبة بين إخوانه على أقل شيء يحدث من الجفوة فيتقاطعان ويتهاجران وما ينبغي ذلك أن يكون بين الأحبة طبعا أعجبتني الكلمات ليس في ذلك لي تجربة في قطيعة حدثت لكن أعجبتني كلماتها جزاه الله خير وشكر الله يراعه وما كتب لأن هذا فعلا هذا الهجران وهذا الصرم والهجر يحدث بين الإخوة كثيرا وبين الأقارب أيضا كثيرا وبين الأبناء والآباء شيء عجيب نسأل الله السلامة والعافية فحبت أن أشارككم فيها صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم خير دعوانا الحمد لله رب العالمين تم تحليل صوتيا في ليلة الأحد لأحد عشر خلونا من شهر صفر عام سنة 43 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين واحفظ وليت على طاعتك وارزقني قبرها يا رب العالمين يا رحمة الرحيم تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والجل ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لها قول نورك ودخل دعوانا الحمد لله رب العالمين.